سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. مكملين الجرايندنج يا جدعان، ومش فاكر دي الحلقه الكام. انا اتحشرت في الجولد 3 فتره، فان شاء الله ان شاء الله الفيديو ده هيبقى وين ستريك. معايا احمد عصام، هو اللي بيلعب بجاليو في الميد لين، وانا بلعب بدكتور موندو في التوب لين، لان بددولي كل الشامبيونز اللي في التوب اللي بلعب بيها. فيا رب الجيم ده يبقى حلو والفيديو يبقى حلو. يلا بينا نبتدي يا رجاله. هو في ايه؟ هما بيكرهوني كده ليه؟ هات ام اجري حصان. اوه بلدز ما شفت انا عملت دامج قد ايه اصلا فيهم. حد ده؟ طب وجاكس؟ واحد يرجع. طيب المفروض واحد يرجع بس. انا رايح توب عصام يرجع. هيموت. لا لا هو بروكن بصراحة، بس جورفان هو بتاعنا الوحش قوي. فايت يا عصام فايت. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. بص شامبيون دي هات تعالى يا روح امك. افتح الالتيميت. ده نخلص الجيم، نخلص الجيم. باك 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 با
مش لا لا يا عصام فكس 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 في إلدر في إلدر يا برو كانسر قوي يا ابني والله يا بابا حتى حبستني ليه طب يا جدعان جيم نمبر 2 وانا كده في بروموشن لجولد 2 ان شاء الله هلعب بياسو في التوب لين طبعا بنودولي برضو كل التشامبيونز اللي بلعب بيهم في التوب لين بنودولي داريس تريندامير مش هقدر اخده قدام الناس دي تيمو لو خدته قدام سين يبقى انا كده بنتحر فانا مضطر اسفا متاسفا العب بياسو في التوب لين يا رب الجيم ده يبقى حلو ان شاء الله انا متفائل واتسين عمالي برن المانا بتاعك حلو أوي الكلام ثانية عشان لسه عامل مش بتعمل كلير حاسب من الكارد بتاعه نايس نايس قوي ليه ماشي يلا بينا تم في الشارع كده بتاع الحيوان اللي في البيت ده كده ياخد كده حاسب سين جاي سين جاي اسوب كفاءة نخلص الفايت دي عصام كفاءة نخلصها والله العظيم ايوه يا ابو عصام يا جامد ايوه يا ابو عصام يا جامد عاش يا زين ايه ده عامل نفس الدمج بالظبط والله Ha 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 ha!
معناش بقى تقفينا دي. هاي ذاك استاذ وروح. ايه ده ايه ده ده انت شبح بتعرف تضرب اهو. مش عصاك ويل بلايد يا زميلي قول تو بص يا جدعان بسم الله ما شاء الله بس عشان ما حدش يحسدنا شايفين يا جدعان دي الوينز اللي اتعملت في اخر كام جيم وين ستريك محترم اهو ان شاء الله نطلع بيه بلاتينم بصوا بقى اللي قبل الوين ستريك ده بص اللوز ستريك بص اللوز ستريك يا جدعان 6 جيمات او 7 جيمات لوز ستريك ورا بعض يلا يلا من هنا ما تجيش هنا تاني يلا جايلك انا و انت انا مستفز والله العظيم انت مستفز مستفز استنيت لك كم واحد عشا صوت في يسو هنا نفس الدورة يا عم دوز بيه تعال بس نجيب ياسو ده الله اجروا ورانا اقفل عليه اقفل عليه امشي يا عم يلا 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 ضرب تعالي بس تعال بص عملت الحركه دي الله انا اسف يا عصام اسف حضوني حضوني جيز داخل جيز داخل هار اسود ومنيل انا خلص عليهم هتفكروا ايه
طب رجالة ولغاية هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تخشوا على الديسكورد سيرفر تحت من الديسكريبشن وتعملوا لايك على الفيسبوك بيج هتلاقوا برضو تحت في الديسكريبشن، وتشغلوا الجرس ده اهم حاجة عشان يجيلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها جديدة على طول، لان في ناس متبقاش مشغلة الجرس وعاملة سبسكرايب وما بيجيلهاش الفيديوهات. حاجة تانية صغيرة يا جدعان، ان شاء الله يونيكن 2018 اللي هيكون يوم 17/3 الشهر ده هكون موجود فيه، ياريت الناس تيجي لان انا بحب جدا جدا اقابلكم يا جدعان واشوفكم في اي ايفنتات او عامة يعني. بس كده يا جدعان، كان معكم مستر احمد والى فيديو جديد ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.